تصويب وتمرير، وهناك بلوك شوت من كريم، محاولة إلى، يا سلام عليك كريم عز الدين، يحط له ثلاثية أولى، وشوف كريم والتصويبة من كريم، يا سلام عليك صوبها إيفلون كريم، يا سلام عليك يا سلام عليك، والله هذا اللاعب يعني لاعب شامل. إلى كريم، شوف كريم شوف كريم شوف كريم، كريم يسجل له ثلاثية، تصويبة ثانية لهذا اللاعب، الله، ثلاثية ثانية لكريم عز الدين في سلة. محمد كمبس، محاولة من كمبس، شوف التضييق ومحاولة كريم بثلاثية كريم، ثلاثية كريم في الرمق الأخير. محمد حسن نيروز، ومحاولة حسن نيروز، وكرة يكملها يكملها ويتابع، في فارق في فارق في طبعا تغيير في المستوى. اوه يا كلام، شوف احمد سلمان رمضان، يا سلام عليك، اوه يا سلام عليك يا عز الدين، الى محمد حسين كمبس، محمد كمبس الى كريم، ويا سلام عليك يا كريم، دفاعي عليه يعني صب غضبه من خلال دنك الى مين؟ الى علي جعفر، تنقطع عليه كريم عز الدين، دخول فريق نادي المنام وسرعه هذا اللاعب ونقطتين، شوف تعود للمنامه من خلال وجود كريم، يا سلام عليك يا كريم، يا سلام عليك يا كريم. الان هم الفريقين الوحيدين اللي عندهم مدربين غير بحرينيين، اسباني ولبناني، وكريم عز الدين سكت. احمد سلمان خطير من خارج الغوص، نوروز، كريم عز الدين سريع، نايس كمبس الهجوميه، نايس باس احمد سلمان، اوه البلين لاحمد سلمان، يسمونه الناموس ايضا احمد سلمان، نايس كريم عز الدفاعات المحرق، لازم يشدد الرغابه على مفاتيح اللعب، مفاتيح اللعب واضحه، نايس كريم 17، كريم عز الدين في يعني محمد ناصر يجب ان يكون حاضر في اللقطه الماضيه، يعني متحمس محمد ناصر، الوقت رقم 2 لارتباط بالانديه الخليجيه، رقم 3 ومن ثم الغى السداسي، فتتكلم عن دور تصر 5، وهذه السادس، اها لم يوفق، والاهم اوه والله المباراه ما تنعرف الا مع الصافره الاخيره، عز الدين توبو